بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم البشرية جمعاء نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني أن أرحب بسيادة العين الدكتور طلال أبو غزالة وصحبه الكرام أجمل ترحيب. فمرحبا بمن يخدم العلم وينشر المعرفة ويمثل الروح العلمية السارية في أبناء الوطن والباعث لهم على اكتساب المعارف والعلوم والحاث لهم على التعلم والتعليم. وهذا أمر ليس بمستغرب على سعادتكم، فقد عملتم معلما وأنتم على مقاعد الدراسة الجامعية في بيروت. وبلسان كل العاملين في هذه المديرية أقدم لكم الشكر الوافر بعد الشكر والثناء بعد الثناء على إجابتكم الدعوة ومشاركتكم لنا حفل تخرج كوكبة من المعلمين المشاركين بدورة إعداد المدربين TOT. فإن قلنا شكراً فشكرنا لن يوفيكم حقاً. سعيتم فكان السعي مشكوراً، فكنتم وما زلتم كالنخلة الشامخة تعطي بلا حدود. فجزاك الله عنا أفضل من جزى العاملين المخلصين، وبارك الله لك وأسعدك أينما حطت بك الرحال. وأرجو من الله أن يمتعك بموفور الصحة والعافية، وأن يبارك في جهودكم المبذولة والمستمرة في سبيل رفعة وطننا الأردن وخدمة أبنائه في ظل قيادتنا الهاشمية. تعلمون سعادتكم أن التدريب يعد من الموضوعات المهمة للعاملين في مجال التعليم، لما له من أثر واضح في رفع كفاءة المعلم وتطوره مهنياً ومده بالكفايات والمهارات التي تمكنه من أداء رسالته التعليمية لخدمة أبنائنا الطلبة. ومن هنا جاءت فكرة دورة إعداد المدربين بالتعاون مع مجموعتكم، مجموعة طلال أبو غزالة، والتي تتمتع بسمعة تدريبية عالمية ومن أفضل معايير إعداد المدربين، والتي لها باع طويل في مجال التدريب، حيث لمسنا الجدية في التدريب وتنوع الموضوعات المطروحة المتخصصة والهادفة في مجال محور عملية التعلم والتعليم، وبإشراف أستاذتنا القديرة دانا جويحان. ليشكل هؤلاء المتدربون نواة فريق تدريبي يشرف على العملية التدريبية في المجالات التربوية لزملائهم في الميدان التربوي، مما يحسن من أدائهم داخل القاعات الصفية، الأمر الذي يسهم في تقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية لتخريج طلبة على قدر كبير من المعرفة والتحصيل الجيد. سعادة العين أستاذنا الفاضل، اسمحوا لي أن أكرر شكري الخالص والعاملين في هذه المديرية على تبرعكم السخي لمدارس هذه المديرية من أجهزة حاسوب توظف في العملية التعليمية لتعم الفائدة المعرفية بين أبنائنا الطلبة في القاعات الصفية، مما ينعكس إيجاباً على تحصيلهم الدراسي. فشكراً لكم على عطائكم الدائم، وما أجمل اللقاء مع ناس من أمثالكم سيدي، احتضنوا العلم وتغلبوا على مصاعبه وأعطوا وما بخلوا في عملهم وأضاءوا دروب الآخرين وعلموهم كيف يستعملون علمهم في عملهم، فكنتم نعم القائد النموذج الذي يحتذى به. وفي الختام أسأل الله أن يجعل عملنا وإياكم مقبولاً وخالصاً لوجهه، خدمة لأبنائنا الطلبة، وأن يعيننا وإياكم على أداء الرسالة التعليمية، ووفق الله الجميع لما فيه خير هذا الوطن الغالي الذي نلتقي على محبته ومحبة قيادته الهاشمية تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظ الله وسدد على طريق الخير خطاه. إنه نعم المولى ونعم النصير، وشكرا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله.